مرحبا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. يا ريت اذا حبيتوا الفيديو تحطوا لايك، واذا انتم جداد تشتركوا فيه. معكم نيلي مع اطيب لحمه بالصينيه يلي مقاديره نصف كيلو لحمه، 230 غرام بصل، معلقه كبيره لبن، يوغورت، التوابل، فلفل اسود، ملح، جوزه الطيب، بهار حلبي، هيل ناعم، بصل بودر، قرفة بودر. للزينة أو للوجه يعني 2 إلى 3 حبة بندورة وكمية من البقدونس. هدول المقادير. أول شي بناخد البصل ونقطعه، بعدين نحطه بمحضرة الطعام مشان نعمل كتير، لأن بدنا إياه كتير ناعم. ننظف لحواليها حوالي المحضرة، نرجع نضربها مرة تانية لما ينعم مثل ما هيك شايفينه ناعم تماما، بعدين نحطه بالمصفاية مشان يتصفى كل المي تبعه. طبعا المي ما نكبه. ناخد اللحم ونحط عليه البصل، نبلش ندعكون مع بعض. ندعكو بشكل جيد جدا مشان يتدخل كل البصل بقلبه. هيك بده دعك كتير منيح. بعدين هيك بالايدتين كمان نبلش هيك نحاول نفوتهم كلهم بقلب بعضهم، البصل مع اللحمة. وبعدين نحط التوابل، حطينا الفلفل الأسود والملح وجوزة الطيب والبهار الحلبي والهيل الناعم والبصل البودر والقرفة البودر، كلها اللي ذكرناهم بنحطهم. ونحط معلقة اللبن، معلقة كبيرة يعني هي مليانة، ونحركهم مع بعض. نحركهم هيك، لازم نعجنه كتير كتير منيح مثل العجن، يعني بده يصير كتير كتير يتداخل مع بعض اللحمة هيك. وبعدين جيب البيريكس وندهنه مسحة خفيفة من الزيت، أو ممكن ما ندهنها كمان. وبعدين بنمدها هيك بإيدينا، كمان نمدها كتير منيح، وإيدنا نغطسها بالمي كل شوي هيك ونساويها كتير منيح. وبعدين بالأصابع هيك نعمل مثل موديل يعني، وهي كل واحد حر يعني التشكيل اللي يحبه مشان شكله هيك. وبعدين بالنص كمان هيك بأصابعي كلها منفوته بقلب اللحمة هيك هيك. وبعدين حطينا البندورة مقطعين، نكون نحطها هيك حواليها هيك، والبقدونس كمان فوقها، وندخلها الفرن. والفرن بده يكون على عالي يعني تقريبا 220، نص ساعة بده على عالي. وهيك طلع من الفرن وهيك قدمناها. وإن شاء الله عجبتكم الوصفة، وإذا عجبتكم لا تبخلوا علينا بلايك وكومنت حلو، وبحبكم كتير، وإلى اللقاء في وصفات قادمة. هيدو.